شحال عندك ديال الاولاد؟ عندي 6 الوليدات، 6 الوليدات، عندي 3 البنيات و3 الوليدات. ملي عندي كتبقى تغوت في الليل، كتضرب راسها مع الحيط، المشكل كتخسر في حوايجها. وبعد مرات كنكون بحال خارجه كندخل كنجبر كل شيء، طلعت الدنيا كلها ما خلات ليا الفراش، ما خلات ليا حوايجها هي يا خوتها صغار كنقول لهم تعالوا ما كيبغوش يجيو، حيت ما عارف الاولاد الجيل تاع اليوم ما غاديش يبغى يبقى يقابلوا معايا. واليوم انا داك الشيء المحال اللي بدا فيها ملي كانت عاد 6 اشهر بدا في هذا المحال، واليوم انايا تغلبت مع الجهد ما بقاش عندي. كنت تاكل داك الشيء ديال التخسار ديالها، داك الشيء ديالها كتاكلو، كتطلي وجهها تطلي، ما تخليش داك الشيء كلشي منك، من ما داكشي كلشي منها ما عيت، ما جبرتش الجهد ليها. ما جو عندي جوج تويميين، محلتي التويميين في الليل يفيقوا كيبغيو يرضعوا، محلتي لهدي كنبغي نوكلها في الليل، محلتي تنوض تخسر نوض داك الشيء. ملي جيت هذا الشيء معلم عليا بيعر الله سبحانه وتعالى، هو اللي كيعلم بيا، علم بيعر الله سبحانه وتعالى، هو اللي علم بيا على هاد البنيه. ما خليت فين جيت بيه، ما خليت فين جريت، شهرين وانا كندي ونجيب هاد رجلي كتمرخو عليا من التعب، ما جريان كنمشي ندي بغيت ندير واحد الجمعيه، ملي جريت بيه تعيد قالوا لي صافي خاصك تدي وتجيبيها، وانا مش غندي ونجيبها، ما عنديش باش غندي ونجيب باش، ما عندي حتى درهم، ما عنديش باش تعشى ليله، ما عنديش حتى باش نشري لها صندالة ما تلبس. الناس هما اللي كيعطيوني بعض المرات الصنادير حتى كيشيطوا عليهم كيعطيهم لي باش نلبس، انا ما عنديش قسم لك فمي والله ما عندي ما نلبس. هذيك اللي كتشوف بها نظفه هذيك راه منها خارجه من الدار، ما عنديش انايا والو، انتم كتشوفوا في العائلة كيدير، ما عندي من بات في الليل كتابي كيحرقوني بالحمام، بات الليل كامل وانا محيتي التويمي نجوج، محيتي لهي نركبها في داري. بعد مرة صافي ما كنبقاش نعقل كاع شنو كندير، كاع ما كنقدر، ما كنبقاش ندير الاحساس ديالي، صافي كنتعصب، كنعود باغا ما عرفت شنو باغا ندير في راسي، ما هذاش جد صافي ما كنعقلش كاع. صافي بعد مرة ما كتجبريش حتى المعيشة ما تاكلي، ما كيفاش غتنوي لها الدرك ديها الطبيب، ما كاينش الطبيب اللي كدي عندك يقول خاصك دير الجمعيه، وانا هاد الجمعيه منين ما جبرتش ديتها حتى لبني رشد، هما داروا معايا حتى حل ما داروا معايا، ما خليت فين ديتها حتى الواحد ما كيبغي يتقبل عليا. انا بعد ما كنمشي عند الوالده نبغي نشوفها كنمشي بالزربه وكنجيب الزربه، ما كنجبرش مني قبل قدري، ما كيشوفش عندي في قبلها هي كيقول لك بنتك ما كتخلينيش نعسو في الليل، بنتك ما كتخلينيش ندير وما تجيبهاش لينا، كيشم ريحه البرك يقول كيفاش فلانة انت ما كعندك ريحه البول، ريحه البول مالك، نقول له راني ما عنديش باش نجيب لها حتى التين، ما عنديش باش نجيب لها حتى ليكوش باش نخرق باش ما تبقاش دير لي الريحه. جيراني هنا كيقولوا لي قسمت فمي والله حتى كيقول لي يا الدريه مالها بعوك، ما قدري الصابون ديري جابيه ديري هذيك، نقول ما عنديش باش ندير هذا الشيء. شحال من مره كتجي كتبدا تضحك عليا، والله خدم نهار وشهر وشهرين ما كيخدمش. بعد مرات ما كنجبرش حيت حتى كيلو تاع الدقيق، كيلو ديال الدقيق ما كنجبرش باش غنجيب، كاين بعض الليلات كنباتوا بالعشاء ما نجبروا من ناكلوا، ها هو النيام سعد الله تبتنا بالعشاء ما جبرنا من ناكلوا. صافي شو دبر على 100 درهم جاب يطر تاع السطر تاع حليب للدراري التوميه، صافي برك نحنا بلاش ما كاينش درك، راه جي قال شي شهرين ثلاثه ما بقينا مشى للبرشيد باش جاب لنا الخضره باش غناكلو حنايا. داكشي اللي كيشدو كيجيبو داك ليطر ولا جوج ديال الحليب دوك التوميه، حيت بزاف عليا نرد جوج. وبعد مرات كنبقى في الليل نتالم، ما كنتقلب وكنعاود نتقلب وكاين بزاف اللي حرقوني، ما حلت نرضع في هذا ما حلت الاخر، وكتبدا البنت تبكي لي في الليل اش غندير؟ ما اختي ما عندي ما ندير، كتاب 100 زياد وما كتاب 100 زياد عمي شتا هذه تزادت لي مريضه، قلت صافي حبس ما بقيت باغي الاولاد الاول، كلشي الناس كيعايروني كيقول لي اش بغيتي، ولكن ملي كتاب عليا المكتوب ما جبرت ما ندير، اش غندير ليهم؟ زيادو ما كرهتش ليهم، ما داك انا دابا المشكل دابا وليت خايفه، دابا من كثره الخوف وليت خايفه حتى هما يتهما يكونوا لقيتهم بحالة تامي، ما داكشي ديال العذاب اللي داز عليا 9 سنين، وانا كلشي الناس كيقول لي فلانه باظلك مع هاد البنيه، باظلك مع هاد الدريه، باظلك كندي بحكم بعض الناس في اي بلاصه بحكم كنمشي نبغي انا نشوف انا نفاجئ الهم على قلبي، انا كنبغي شويه نفاجئ كنقول غنمشي، كيسولوني على الناس كيقول لك كيبقى تساره كيبقى فلانه، كنقول لي مرات ما كتشوفوا راه باقا هي، يقول لك سيري دير تقلبي على شي بلاصه ودي، كنقول لهم انا ما جبرتش الجد، ما عديش الجد باش غادي نوض باش نهد الدريه باش غادي نوض بها، ما عديش البوار كبيرك ما خدام والو. واش ملي مشيتو ديتوها للطبيب في بنورش وداك الشيء واش عطاوها شي دواء؟ عطاو حاجه ديت انا عند الطبيب اختصاصي هنا اختصاصي ديال التوحد، قال لي بنتك ما عندها شي حاجه، قال لي عندها المرض ديال التوحد، واليوم غنكتب لك ورقه وغنديك ندفعك للجمعيه. ملي دير الجمعيه بداو الجمعيه كيقول لي خاصك دي هذاك البني رشد، خاصك دي الطبيب، قال لي خاصك دير لها سكانير،
وخاصك ديري لها التحاليل. ما درتيش هادشي؟ ما درت لها حتى شي حاجه. هادشي اللي قال لي صافي جيت جلست في داري هذوك راه شي باش تبعت لي هادشي. راه جي قدرك عاد شي ديك الساعه ملي كانت عندها 4 سنين باش نمشي نتبع لها نقول صافي ملي جريت جريان صافي ما جبرتش باش غندير. ما عديش باش غندير لها هادشي ديال اللي قلت لك. ما عديش والو عديش والله ما عديش. في هذا البرد وفي هذا الشتاء قسم لك فمي بالله ما كنكذب. الا بعد مرات كان هاد الرجين عندنا كنديروا مع باش حساب باش نسخنوا. كنبات انا مخشيه انا والدراري كنبات المخشيه انا والدري بعدنيش والو ما كاين والو. بعد داك بعد مرات كيتقطعي ما كنجبروش باش نخلصوا. كنبقاو ضال هذوك الاولاد مع صغار يقول ما كيعرفوا لا الشمع لا والو كيبقاو يبكيو. هي ديما كتعرفش الشمع كتبقى تدلي في الليل. بعد مرات كنقول ديري داك النعسه ولا الغمد ولا شي حاجه كنجبر راسي نقول قليل عافيه شعلت في كل شيء. كنوض نجري صافي ما كاينش الضوء ما كاينش حتى حاجه ما كاينه. بعد ما الضوء كيمشي لينا ما كنجبروش باش نضويو كنبقاو باركين بلاش. ديك التعبئه كتكمينا ديال الضوء صافي وكنباركو حنا شهر شهرين وحنا باركين بلا ضوء. تيتحرك ويخدم وكيخلص الضوء ونبقاو حنا بلاش. ما عندناش حتى المانط باش نتغطاو. ما عندناش عندنا المانطات كل واحد يتغطى بمانطا وداك ولا كاينش بحال الفراشه بحال هادي صافي لوح عليه ونوض. ملي كجات هاد الشتاء ما كنجبروش حتى كنحطوا دوك البانيكود باش القطره كتقطر كلشي داك ملي كنديروا كيقطروا كتجي الدريه كلشي داك ما كاين كتجي كتفرعي لنا كلشي في التسريح تجي كلشي. والبرد ما داك الباب راه نتوما غتشوف الباب كيدير الحاله كيدير الباب كيدخل داك البرد الدراري كيبقاو يبكيو لقي في الليل ما كاينش والو. ما غالب الله الحمد لله الحمد لله كلشي داكشي غالب داكشي كلشي من الله هو اللي قادر بكلشي الحمد لله. ما عندنا ما نقولوا اللي جاب الله مرحبا بيا. انا كنقول ما جاب الله مرحبا بيا الله هو اللي قادر بكل شيء. بغيت الناس اليوم يعاونوني على هذه البنيه ويشوفوا من حالنا من حال هذه البنيه. الناس تكون في قلبهم الحنانه ويكونوا يعاونوني على هذه البنيه. راه ما حنتني يعاونوني عليها الشيء اللي كنطلب. انا ما كنطلب حتى شي حاجه نطلب من الله الناس يعاونوني على هذه البنيه يشوفوا من حالنا حنا. انت كتشوفي في الحال والو ما عندنيش غالب الله. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.